وكل محامين نفس الترتيبات اللي دايرينها في كل الجهات القضائيه وين كاين هيكل جديد وعندنا مكاتب كذا او جناح للدفاع يمارس الميكرو على حسن نعطوا كل التسهيلات اللي بامكاننا نقدمها حتى يؤدي الواجب نتاعو باحسن طريقه وهذا كل اضافه لتحسين اداء القضاء بشكل عام اللي يهمنا ولا الهدف الاساسي هو تحسين اداء مرفق القضاء نعمل كل شيء يتوسعنا نعمل لتحسين المرفق نقدر نساهمين في الاداء أكيد يا ربي يوفقك باش تديروا اش البيرو ولا كاين هذا اللي نموذج على مستوى الوطن في كل العمل في العلاقات يعني نموذج قالوا ماذا بنحافظوا على